الدكتور الأستاذ محمد سعيد رمضان البوطي، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة. أستاذنا الكريم، ينظر عادة إلى الإسلام على أنه دين حضارة ودين تسامح ودين علم وتفكر، ومنذ مدة نظر إليه على أنه دين ضد السلام، فكيف ترون الإسلام في ضوء هذا السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل الإجابة عن هذا السؤال تكمن في قولك: ومنذ مدة نظر إلى الإسلام على أنه يحارب السلام. السؤال هنا يوجه إلى أولئك الذين كانوا صامتين عن هذه التهمة، وكانوا بالعكس تماما منسجمين مع حقيقة الإسلام. ما الذي جعلهم يدركون ما كانوا يجهلونه؟ ما الذي جعلهم يتحدثون بمناسبات شتى عن أن الإسلام حضاري المنشأ وحضاري المقصد، حتى إذا وجد منعطف سياسي معين تناسوا ما كانوا يقولون وبدأوا يصفون الإسلام بنقيض ما كانوا يصفونه به؟ نعم، طبعا هذا السؤال هو مقدمة لجوابي الذي سأقوله. العالم كله يعلم أن الغرب والغرب الأمريكي بالذات متعاونا مع الصهيونية العالمية يجد أن الوقت آن، وأن المناخ نضج لاجتثاث الإسلام من جذوره الاعتقادية ومن ثمراته الحضارية. وطبعا هذا الذي يتصوره هؤلاء الذين يتمثلوا في أمريكا والصهيونية العالمية وفئات أخرى من وراء ذلك، إنما اتخذوا هذا الموقف لتصور أن المناخ أصبح صالحا أمامهم. ما هو المناخ الصالح أمامهم؟ الحرب الباردة انتهت، والقطب المقابل الذي يخلق التوازن قضي عليه وانتهى، والمد الإسلامي يغزو الغرب الأمريكي والغرب الأوروبي، لا يغزوه بحرب، لا يغزوه بسلاح، وإنما يغزوه بالفكر، يغزوه بالمبادئ والقيم التي يتلقاها الشارع الغربي بقبول، أو لا نقول بقبول، بإقبال وبرغبة في التطلع. هذا الوضع يجعل القيادة الغربية التي تتمثل في القيادة الأمريكية والصهيونية العالمية يرى من الإسلام خطرا ماحقا للحضارة الغربية. ما السبيل للقضاء على هذا الخطر؟ السبيل هو أن يلبس الإسلام زورا وبهتانا ثوب الإرهاب، ثوب محاربة السلم، ثوب الرغبة في أن يرى الدماء وهي تسيل في العالم كله. نعم، هذا هو السبيل. لذلك ألبس الإسلام هذا ثوب هذه التهمة تحقيقا للمطلب. وأنا قد يقال: ما الدليل على هذا الذي تقول؟ لعله عبارة عن تصور طبائي يعني. لا، أنا عندي تقرير صادر من مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 91 يتحدث فيه عن خطر الإسلام على الغرب بشطريه الأمريكي والغربي، ويتحدث عن معالم هذا الخطر،
وكيف أن الفكر الإسلامي ينتشر كانتشار النار في الأذهان الغربية، ثم يتحدث عن السبيل الوحيد لدرء هذا الخطر، فيقول أولا ينبغي إثارة التناقضات داخل الفكر الإسلامي، ثانيا ينبغي تأليب المسلمين بعضهم على بعض، ثالثا ينبغي تحويل العمالة العربية الإسلامية في الخليج إلى عمالة أسيوية، ثالثا ينبغي إبراز مواقف العدوانية في التاريخ الإسلامي، إبراز المواقف العدوانية في التاريخ الإسلامي، أي أن نبرز ما يمكن أن يكون دليلا على أن المسلمين لم يفتحوا العالم بالفكر الذي أقنعوا به الناس، وإنما فتحوه بسيوفهم، وإنما فتحوه بالهيمنة الظالمة عليهم. هذا الكلام موجود. إذن هذا هو الجواب عن السؤال. أستاذنا الكريم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، يخطر لي السؤال التالي: الإسلام منتشر في بلاد العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، قد يبلغ تعداد المسلمين في العالم اليوم أكثر من 1.5 مليار. طيب هل هؤلاء المسلمون على وعي متوازن بالدين الإسلامي وبالرسالة الإسلامية حتى يقفوا ضد من يقول إن الإسلام هو دين إرهاب مثلا؟ ما ينبغي أن نتوقع من كثرة بلغت 1.5 مليار أن تكون هذه الكثرة متوازنة في وعيها، متآلفة في مبادئها التعاونية. يعني منطقيا ما ينبغي أن نتوقع ذلك، لابد أن تكون هنالك جيوب، لابد أن تكون أن يكون هنالك تفاوت. هنالك الكثير من الذين لا تربطهم بالإسلام إلا مزية الانتماء، وهنالك كثير ممن يعجبون بالإسلام التراثي، الإسلام الحضاري، فهم يرغبون أن يتألقوا بهذه النسبة. نعم، وهنالك من هضم الإسلام واعيا وأدركه حقيقة واصطبغ بحقيقة عبودية الإنسان لله عز وجل، وتفاعل مع الإسلام عقيدة عبادة حضارة. هنالك خليط، هذا العالم الإسلامي مزيج من هذا كله. لكن السؤال هو ما هي الفئة التي يمكن أن تتغلب؟ نعم، هل يعني يمكن أن نرجو من الفئة الواعية لحقيقة الإسلام أن تفعل فعلا، أن تمارس شيئا؟ أقول نعم، لا لأن هذه الفئة تملك عصا سحرية، لا لأن هذه الفئة تملك قدرات خارقة، ولكن لأن الإسلام هو الذي يملك هذه العصا السحرية، ولأن الإسلام هو الذي يملك هذه القدرات الخارقة. فأنا كفرد، الأستاذ جودة كفرد، عندما نتعامل مع الإسلام الحقيقي و يعني نصدق مع الله سبحانه وتعالى في إخلاصنا لهذا الدين ولهذه الرسالة التي شرفنا بها، فإن الله سبحانه وتعالى يسكب في جهودنا سر النجاح، وإن الله سبحانه وتعالى يجعل من الواحد يساوي لا الألف بل الآلاف. نعم، آية هذا الذي أقوله لك، أنا من الذين يقبلون وينعطفون إلى الإسلام هذه الكثرة من الشباب الأوروبي ذكورا وإناثا. الواحد منهم عندما يدخل إلى الإسلام يتحول إلى قوة عجيبة خارقة، كانت بالأمس تخدم الغريزة واليوم تخدم القيم والمبادئ. هذه ظاهرة موجودة طبعا، جذورها التي تقنع العقل هي أنني أنا وذاك وجنابك والآخر لا نستطيع أن نحقق المطلوب بألسنتنا وبأفكارنا، لا، وإنما هنالك توفيق رباني، وإنما هنالك وعد إلهي ألزم الباري ذاته العلية به.
لذلك أنا أقول في الواقع أن هنالك غثاء فعلا من المسلمين في شرق العالم وغربه لا يرجى منهم خير، ولكن يوجد بين هذا الغثاء أناس سيكون الفتح الإسلامي على أيديهم، ولعل الكثرة الكاثرة من هؤلاء الناس هم الذين يعيشون اليوم في أمريكا وأوروبا. طيب أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، السؤال الآن، هل اللغة العربية تحديدا يمكن أن تساعد في نشر الإسلام بعمق أكثر من أن يترجم الإسلام ترجمة إلى لغات أخرى، أم أن اللغات العالمية كفيلة بأن توصل الفكر الإسلامي دون حاجة إلى اللغة العربية؟ أما أن نستغني عن اللغة العربية ونجعل من اللغات الأعجمية الأخرى بديلا عن اللغة العربية في ترجمة الإسلام وفي إيصال حقائقه للأذان، فهذا لا يتأتى، لأن الله عز وجل قضى أن يكون ترجمان رسالته إلى العالم الأول اللغة العربية. أي أن اللغات الأعجمية لا يمكن أن تحل محل اللغة العربية بأن نستغني عنها، لكن اللغة العربية هي خير ما يترجم حقائق الإسلام متمثلة في القرآن ومتمثلة في كثير من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن من الممكن بل من المطلوب أن نستعين باللغات الأخرى أثناء الحوار أثناء النقاش. يعني مثلا أنا بالأمس استقبلت فتاة أمريكية تكتب رسالة دكتوراه في الإسلام، وموضوع رسالتها طائفة من الآيات القرآنية تريد أن تصل إلى تفسيرها حصرا. كان لابد من أن نستعين باللغة العربية، كان لابد من ذلك، لأنه المفتاح الأول الذي لابد أن نستعمله، نظرا إلى أن القرآن قد صيغ باللغة العربية. لكن بعد ذلك لكي نزيد الأمر بيانا ونزيد القضية توضيحا، طبعا لابد أن نلجأ إلى لغتها، نلجأ إلى اللغات الأخرى. فاللغات الأخرى متكأ لابد منه ويفيد في الوقت المناسب، لكن لا على أن نقول إن اللغات الأخرى تحل محل العربية، أي بوسعنا أن نطوي اللغة العربية، هذا لا يتأتى. نعم، بشكل من الأشكال. نشكر الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا اللقاء، ونرجو أن نوفق إلى بيان حقيقة الإسلام لدى الشعوب الأخرى.